قرر رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق استكمال مناقشة دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر في جلسة الغد، وذلك بعد الاستماع في جلسة اليوم إلى عدد من أعضاء المجلس وممثلي الحكومة. جلسة جديدة استأنف خلالها مجلس الشيوخ جلساته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر. تقرير اللجنة أشار إلى أن الأسمدة الكيماوية تعد أحد العوامل الرئيسية اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي التي تهدف إلى تحسين نوعيته، خاصة في ظل زيادة مساحة الأراضي المنزرعة. ولعل يعني ما يبرز أهمية هذه الدراسة أنها تتعلق بالفلاح المصري، ذلك المناضل الذي حافظ على أرضه على مدار السنوات العديدة الماضية. ولقد تنبهت الجمهورية الجديدة لهذا الشأن وعملت على دعم الفلاح المصري وجعلته في صدارة الفئات المستحقة للدعم والمساندة في الجمهورية الجديدة. وخلال المناقشات أكد عدد من النواب أن صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر تعتبر من أهم الصناعات الواعدة والتي تحقق مردوداً إيجابياً على الاقتصاد القومي. بقراءة متأنية لمشروع الدراسة أؤكد أن هذه الدراسة أكثر من رائعة وتستحق أن تحمل قيمة مجلس الشيوخ، فقد جاءت الدراسة في معطياتها ونتائجها ومتنها وتوصياتها أكثر من رائعة. أؤكد على أن صناعة الأسمدة تعتبر من الصناعات الواعدة في مصر والتي تحقق مردود إيجابي على الاقتصاد القومي المصري. إلى جانب ذلك، فإن الدراسة المعروضة لدينا تساهم في تطوير السياسة السيمادية لتحقيق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية والتوسع في الأراضي المزارعة. إلى جانب ذلك، نجد أن الدراسة تساهم في إيجاد حل جذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة. من جانبها أكدت الحكومة أن سوق الأسمدة في مصر من القطاعات المهمة، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 20 مليون طن سنوياً، مشيرة إلى أن هناك اتجاهاً لبعض مصانع الأسمدة للتصدير بشكل أكبر. هذا ورفع رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة على أن تستكمل المناقشات حول مشروع القانون في الجلسة القادمة.